والآن يبدأ ويلعب ويبحث. الكرة تعود لصالح فريق نادي أحد، مقطوعة للفريق الأحدي من جديد. التسديدة حاضرة والمحاولة، جول 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 لأحد، هدف ثاني لأحد، هدف ثاني لأحد عن طريق محسن جوهر، تسديد على يسار الشمري، هدف ثاني لأحد، هدف ثاني لأحد. ونظرات الشمري تحكي حال الطائي خلال هذه المباراة، هدف ثاني يتقدم به الأحديين على فريق نادي الطائي، هدف ثاني وهدف التقدم للجبل الأحدي، هدف التقدم للجبل الأحدي. شوف التسديدة جميلة، حلوة التسديدة.